صباح الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح ليوم الأحد 23 آب. تقارير كتيرة على موعد معها خلال حلقتنا، أما ضيفنا لليوم فهو الممثل رفعت طربي لنحكي معه أكثر عن العمل المسرحي الغنائي يلي رح يفتتح مهرجانات أرس تنورين لهالسنة الغابة المسحورة. ولكن قبل ما نطلع على تفاصيل الحلقة، البداية مثل العادة بتكون مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية والأستاذ محمد كنج معنا على الخط ليعطينا تفاصيل أكثر عن طقس يوم الأحد. أستاذ محمد صباح الخير. صباح النور، يا هلا. كيفك؟ ماشي الحال. والطقس كيف؟ الطقس إجمالا منيح. طقسنا اليوم عنا طقس صيفي معتدل على الحوض الشرقي المتوسط. نعم. يعني طقسنا اجمالا مثل امبارح، اليوم غائم جزئيا، في شويه غيم زياده. ما عندنا تعديل على درجات الحراره بالمناطق الساحليه، نسبه الرطوبه بالمناطق الساحليه عم تكون بين 50% و70%، وهي نسبه مقبوله. بس عندنا شويه انخفاض بالمناطق الداخليه والمناطق اللي فوق 2000 متر، عندنا انخفاض بالمناطق الجبليه كمان. نعم. درجات الحراره تنان مكفي طقسنا غائم جزئيا واستقرار درجات الحراره وانخفاض كمان بنسبه الرطوبه، والثلاثه قليل غيوم مع استقرار درجات الحراره. يعني اجمالا طقسنا مقبول. بيبقى عندنا حال البحر عم بيكون متوسط ارتفاع الموج، حراره سطح المي 29 درجه. نعم، هيدا كل شيء بالنسبه. هيدا اجمالا كل شيء. شكرا لك ونتمنى لك نهار احد حلو. جوال صباح الخير. صباح الخير بيرات لك لكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا. رح نبدا جولتنا على عناوين الصحف القليله اللي بتصدر نهار الاحد ببيروت واكيد المجلات السياسيه الاسبوعيه. إذا اليوم الأحد 23 آب والبداية مع صحيفة الحياة وعناوينها: القاعدة يفجر مقر الاستخبارات في عدن، تعزيزات لمواجهة الحوثيين في مأرب وتوقعات بإنزال كوماندوس في صعدة. الاحتجاج على النفايات يتحول مواجهات في بيروت، سلام يدعو مجلس الوزراء للاجتماع الخميس. موسكو تحضر لمؤتمر موسع للمعارضة السورية وتبحث عن شخصيات غير إقصائية، عشرات القتلى والجرحى بغارات على دوما. باراك يكشف إحباط 3 خطط أقرها نتنياهو لضرب إيران، طهران دشنت صاروخا باليستيا. إصلاحات العبادي لا ترضي المحتجين على الفساد، متظاهرون يطوقون ميناء أم قصر. 24 سنة على الانقلاب الفاشل لإطاحة غورباتشيف، تسريب أسرار ساعات حاسمة مهدت إعلان وفاة الاتحاد السوفيتي. انتخابات المجالس البلدية السعودية، حكم بالسجن المؤبد لمرشد الإخوان. مهاجم القطار في فرنسا، مغربي متطرف زار سوريا. وبعنوان أخير في الحياة: تحول في قدرات الحزب دفع أردوغان إلى استعجال الانتخابات، الكردستاني يستنسخ أساليب داعش في هجماته. منتابع جولتنا ومن الحياة إلى عناوين صحيفة المستقبل: تظاهرة رياض الصلح، إصابات مدنية وأمنية، مؤتمر صحفي لسلام اليوم، والمشنوء يعد بمحاسبة مطلقي النار ويؤكد مسؤولية قوى عسكرية أخرى. أما بالصورة الرئيسية من مشاهد الكر والفر كما علقت المستقبل على الصورة قبالة السراي الحكومي امبارح. في عناوين أخرى: روحاني يدشن صاروخا جديدا ويطالب بدعم الجنرالات. الأسد يواصل نهش دوما. طهران غاضبة من تمزيق صور خامنئي في بغداد. وضمن نوافذ في المستقبل عدد من العناوين وأبرزها: مقالتان عن التظاهرات العراقية وفساد الإعلام المذهبي، فصول من العيش في الرقة تحت حكم داعش، عن العلوية السياسية والمعارضة البيضاء، هل يصلح اتفاق الطائف نموذجا لسوريا عفوا، وأيضا ضمن نوافذ تاريخ قناة السويس في الطوابع المصرية. وبختم المستقبل بعنوان أخير: مهاجمة مقر زعيم الحوثيين وقوات ضخمة تصل إلى مأرب. جولتنا بتتابع مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط: صعدة معزولة وقوة إماراتية في مأرب للتدخل المباشر، هادي يسلم ولد الشيخ آلية الحكومة لتنفيذ القرار 2216. مظاهرات العراق تستبق دخول طهران على خطها بتمزيق صورة خامنئي، مسلحون يعتدون على محتجين في النجف والبصرة ومتظاهرون يردون إيران برا برا. إصابات في مواجهات بين محتجين ورجال الأمن، أزمة النفايات تشعل بيروت ومطالبة باستقالة سلام. ودائما في عناوين الشرق الأوسط: محافظ لحج، هدف الحوثيين هيمنة إيران على باب المندب.
وبعنوان أخير في الشرق الأوسط، قوات الأسد ترتكب مجزرة جديدة في دوما، داعش يجند في سوريا لسد النقص في المقاتلين الأجانب. ومع هالعنوان من الشرق الأوسط بنكون وصلنا لختام جولتنا على العناوين السياسية بالصحف، لننتقل إلى المجلات الأسبوعية وأبرز عناوينها، والبداية مع مجلة الشراع. لهذه الأسباب لم تنجح هدنة الزبداني. النائب أحمد فتفت لرئيس هذا العام وقد نذهب إلى انهيار كبير. جماعة أحمد الأسير تتهم فضل شاكر بتسليمه. بري ونصر الله أين يلتقيان وأين يختلفان؟ هل يعيد اعتقال الأسير محاكمة ميشيل سماحة وفايز كرم؟ ودائما في الشراع الجوزو عون يتاجر بالصليب في سوق السياسة. قائمة بأسماء أشهر الفنانين اليهود في السينما المصرية. وختاما نور الشريف إلى دنيا الخلود. ومن الشراع إلى المسيرة، هل يتم أعدام الأسير؟ المطران رحمي لا يجوز أن تبقى العصابات فالتة. مشكلة النفايات الآتي أعظم. الجنرال أنطوان بركات يروي معركة الفياضية قصة لجنة التحقيق. نور الشريف 190 فيلما، 21 مسلسل، 5 مسرحيات وحب واحد. جواد ظريف العضو الفخري في 14 أذار. نهاية الظاهرة الأسيرية. أين الخطة الأمنية في البقاع؟ المطران رحمي لا يجوز أن تبقى العصابات فالتة. وأيضا في عناوين المسيرة، فرعون وصول عون إلى الرئاسة بات مستحيلا. مشكلة النفايات الآتي أعظم. أطول فطيرة تفاح في احتفالات السيدة في بقع كفرة. ومع هالعنوان من المسيرة ممكن وصلنا لختام جولتنا على العناوين السياسية بالصحف وبالمجلات الأسبوعية السياسية. وقبل ما أختم رح أنتقل إلى إلى صحيفة المستقبل كمان مرة لأقرأ أبرز ما جاء في مقالة ثريا شاهين اليوم، موقف موسكو يتغير على مستوى الخارجية لا القيادة. وبمطلع المقالة بتقول ثريا شاهين، كشفت مصادر دبلوماسية قريبة من موسكو أن روسيا الاتحادية وإن لم تعلن أي موقف محدد بالنسبة إلى إمكان أن تبحث مصير الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه، لكن بات الاستعداد الروسي للبحث بمصيره قائما، إنما ليس على مستوى عال جدا، فقط على مستوى مسؤولين في وزارة الخارجية. وأيضا ضمن المقالة، روسيا كانت منذ نحو 10 أيام محور زيارات مهمة لكل من وزير الخارجية السعودي عادل جبير، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وكان البحث يتركز على الوضع السوري فضلا عن زيارة لثلاثة وفود للمعارضة السورية. موسكو تتباهى أنها على علاقة مع كل من النظام والمعارضة السوريين وأنها الوحيدة التي تستطيع جمعهما، وهذا ما حصل من خلال مؤتمري موسكو 1 وموسكو 2. وأيضا ما جاء في المقالة، مواقف روسيا وإيران من الأزمة السورية متقاربة، فهما تدعمان العملية السلمية بحسب المصادر وعدم فرض شروط مسبقة قبل التفاوض، وتطالبان بدور للأسد في المرحلة الانتقالية. الولايات المتحدة والخليج لا يريدان سقوط المؤسسات في سوريا ولا سقوط الدولة كدولة، وهذا أيضا يتوافق وموقف روسيا وإيران. وبتختم ثريا شاهين مقالتها بتقول، وتتطلع الدول الفاعلة إلى الزيارة المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية للملك سلمان إلى موسكو بين تشرين الأول وتشرين الثاني المقبلين، والتي باتت شبه مؤكدة، والتي سبقتها زيارتان لوزير الخارجية لروسيا وقبلها في حزيران لوزير الدفاع السعودي، وأهمية الاتفاقات التي وقعت لا سيما إنشاء الصندوق الاستثماري. أول فاصل ونرجع من بعده. جولتنا الثقافية لليوم رح منبلشها مع اختتام فعاليات مهرجانات اهمج لهالصيفية، وحفل الختام اليوم رح بيكون مع الفنان وائل كفوري، ومنشوف بعض المشاهد من الحفل اللي قدمه الفنان وائل كفوري خلال مهرجانات الأرز الدولية. Yeah.
من مهرجانات إهمج بننتقل إلى مهرجانات الشياح، واليوم ولكل محبي الزجل موعد مع جوقة القلعة، جوقة المسرح أفضل. فإذا كنا عم نشوف جوقة المسرح، بس كمان عنا موعد مع جوقة القلعة هلأ لاحقا بالأجندة الثقافية، بنذكر الموعد. رح ننتقل إلى مهرجانات بعلبك الدولية يلي رح تعطينا موعد مقبل ب 29 الشهر مع فرقة The Earth, Wind and Fire Experience لكل محبي الديسكو والفنك. من بعد ما تأجل الموعد الأساسي، بكرة رح بيكون الموعد مع أنغامي سامر بارتي يلي رح تعطينا موعد بالميوزيك هول ووتر فرونت مع الدي جي العالمي ذا أفنر، والحفلة بتبلش هالساعة 9 المساء. On August 24th, featuring the hottest name in French house, The Avener, alongside house duo sensation Synapson, at the iconic music hall Beirut Waterfront. The night will feature special sets by Angami DJs Mark Shakedown and Fadi Foray. Buy your tickets from Virgin Ticketing starting $40. رح ننتقل إلى الدورة الرابعة من مهرجان نحن والقمر والجيران، هالمهرجان يلي بيستقبلوا درج مار مخايل يلي رح بيضم فنانين ومن عدة بلدان أوروبية، ورح بيكون في عروض مسرح، رقص، حكواتي، سيرك، تجهيزات، موسيقى، كلها مجانية. وبإطار عروض المسرحية رح منكون على موعد مع عرض مسرحية ألاقي زيك فين يا علي، بالإضافة إلى مسرحية بيت بلدي. أنا من الشام على الظهر، بس ما كان عندي حصانة أبدا، كنت بحماية أبو عمار وبنت أبو عمار وسكرتيرته الصحفية، قررت أتماسك عشان أمشي الشغل وأقول له بعدين بس نرجع. كرهته لأنا كيف بيصير معي، وضليتني احلم كل ليله انه علي عم بضربه لهذا الحقير مش حدا ثاني. والحقيقه اللي خوفني اكثر شيء انه ممكن بنت شهيد تتعرض لهيك موقف بشكل اسفل واعنف بدون اي مساءله او عقاب او حساب. استاذ حسن، شو يعني الشهيد البطل؟ قال لي الشهيد اللي هو اللي بيموت في اكثر شيء بيحبه في الدنيا، يعني اللي بيموت عشان فلسطين. يعني ابوي بحب فلسطين اكثر مني. طب الشهيد برجع؟ فتح الجريده، طلع علينا، عبطنا، صار يبكي. طلعنا من المكتب، اختي شريف قالتلي إن هارموني هو عنوان الأمسية اللي رح تجمع التنار بشارة مفرج والفنان محمد خيري. هالأمسية رح بتتم ب 27 آب بكنيسة السيدة بلمتين على الساعة 8:30 المساء. الليل طال والحب قال، الليل طال والحب قال.
بس خلينا بما انه حكينا عن موعد اليوم مع جوقة المسرح بمهرجانات شياح، جوقة القلعة رح تعطينا موعد ب 28 اب بمهرجانات ميفو. وصلنا هلا لمحطتنا مثل كل نهار احد مع الاغنية اللي منقيها من الزمن الجميل، وهالمرة محطتنا مع الفنان عبد الحليم حافظ مع اغنية احلف بسماها وبترابها، كلمات عبد الرحمن الابنودي وتلحين كمال الطويل. نسمع. احلف بسماها وبسرابها، احلف بالمدنة وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمطلع، احلف بالمدنة وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمطلع. أحلف بالقمح وبالمطمع، أحلف بالمكنة وبالمدفع، أحلف بالقمح وبالمطمع. بولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية، طول ما أنا عايش طول الدنيا. أحلف بسماها وبالمطمع، أحلف بالقمح وبالمدفع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، أحلف بالقمح وبالمطلع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، أحلف بالقمح وبالمطلع. بولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية، طول ما أنا عايش فوق الدنيا. أحلف واليوم الأحد كمان موعد ثابت مع زميلتنا وردة، منتصل فيها لناخد تفاصيل عن حلقة الأحد من المجالس بالأمانات. صباح الخير. صباح الخير كيرات. صباح الخير جوال. اليوم في المجالس بالأمانات تساؤلات، من يستغل تظاهرة ناشطين من المجتمع المدني؟ لماذا يتحول الكلام من حل أزمة النفايات إلى إسقاط النظام؟ ننتظر توضيحات الرئيس تمام سلام. أما في الخاص فبين النفير والشفير. وأخيرا، بعد الاتفاق الغربي الإيراني، لبنان ليس في منطقة نفوذ أحد. هذا عنوان من عناوين ضيف المجالس بالأمانات دكتور داود الصايغ، يحاوره على الخط من آمن بثوابت لبنان لبناء السلام. إلى اللقاء 8:30 إذاعة الشرق، وشكرا أخبار الصباح. نعم، شكرا لك. رح منكفي مع مواعيدنا الثقافية ومننتقل إلى مترو المدينة، يلي رح بتقدم عروض إضافية لعرض بلدي يواد للكوريغراف ألكسندر بوليكيفيتش وضيفة الأمسية الفنانة رنين الشعار. الموعد ب 25 الشهر. نحن رح ننتقل هلا لعن جوال لناخذ فكره اكثر عن حركه السير لصباح يوم الاحد. مثل كل نهار احد حركه سير خفيفه جدا على الطرقات، واذا في شيء اي
إذا في أي شيء استثنائي رح نعرف أكثر من المعاون خضر بزي من غرفة التحكم للمرور. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ ماشي الحال تمام. تفضل. أوكي، مثل ما تفضلت يا حضرتك، اليوم صباح أحد حركة السير طبيعية على جميع الطرقات. نعم. كان من المدخل الشمالي أو من المدخل الشرقي من البقاع أو المدخل الجنوبي. يعني حاليا حركة السير طبيعية على جميع المحاور. نحن عم بيمرقوا المشاهد من الكاميرات على الطرقات وعم نشوف قديش الحركة خفيفة، يمكن مثل كل صباح أحد. في شيء أي استثناء على الطرقات بخصوص وسط بيروت والاحتجاجات اللي صارت امبارح؟ في أي تدابير أمنية معينة رح تتخذ اليوم؟ هلا بالنسبة للتدابير الأمنية هذا شيء بيصدر من شعبة الآلات العامة، بس نحن بالنسبة للتدابير السير يعني بعدها جميع الطرقات اللي كانت امبارح مسكرة باتجاه رياض الصلح بعدها من نفس التدابير مقفلة مع تحويل السير على الطرقات الفرعية داخل الوسط التجاري. وكمان في عنا نحن اليوم اشغال هلا مبدئيا على الكارانتينا. نعم. على الخط البحري اللي بيطلع على الطريق البحرية اعتبارا من الكارانتينا باتجاه الدورة من الساعة 5 صباحا اليوم لغاية الساعة 11، من بعدها بتفتح الطريق البحرية باتجاه الشمال لغاية الساعة 15. كذلك نعم. عنا تدابير سير ببلدة كفر دبيان بسبب بالألعاب القوى هونيك في تدابير سير. قطع السير على طريق عيون السيمان حدث بعلبك بالاتجاهين اعتبارا من الساعة 7:30 اليوم صباحا لغاية الساعة 10، وتحويل السير لطريق الجرد العقورة حدث بعلبك. نعم. مبدئيا كمان هلا حاليا كمان بنحب نفيد انه جميع الطرقات بكل المناطق سالكه بالاتجاهين، ما عندنا اي طرق اي قطع طرقات، ونتمنى من المواطنين اي شيء بده يستفسروا منه على 17/20 نحن مستعدين على ال 24 ساعه للتواصل معهم للافاده عن قطع الطرقات. نعم. بالنسبه للحوادث؟ بالنسبة للحوادث مبدئيا عنا للأسف الشديد عم بيكون عنا حوادث كتراوية، 9 حوادث نتج عنا 12 جريح وقتيل. هيدا القتيل سقط صباحا يعني فجر الأمس الساعة 5 صباحا على أوتوستراد شكا. بنتمنى من الجميع يعني نكون في عنا وعي تام، لأنه عم بيكون عنا ارتفاع بعدد الجرحى بهالمنطقة. صحيح. شكرا لك المعاون خضر بزي، يعطيك العافية. بنحكيكم بكرة، وأكيد بعتقد المشهد رح يتغير صباح التنين على الطرقات. بريك جديد وبنرجع لأخبار صباح. صباح الخير. الكهرباء 24 على 24 بال 2015، وهالشي صدق. الدليل القاطع انه بيروت وكل المناطق اللبنانيه غارقه بالعتمه، واذا كانت ذاكره الوزير الصهر خانته فالتصاريح والخطط والطلات التلفزيونيه شبه يوميه كافيه لانعاش ما سقط سهوا. فالتيار البرتقالي بدل الاعتراف بفشله باداره هالملف لجأ الى توزيع الاتهامات يمينا ويسارا، من الطاقة والاتصالات إلى الخارجية، جائزة طردية لوزير الإخفاقات الدائمة. تقرير للزميل خالد أبو شارة. ونحن في عنا التزام قلناه أنه بسنة 2015 المشروع خطة الكهرباء إذا طبقت كلها بيكون سنة 2015 رجعنا على 24 ساعة على 24 كهرباء. ما وفر وزير الطاقة السابق جبران باسيل فرصة إلا وكرر فيها وعده بأنه الكهرباء عام 2015 رح تكون 24 على 24، والطريقة الدونكيشوتية اللي بيتبعها بالسياسة قابت عليه إلا أنه يكرر وعوده مرارا وتكرارا من دون ما ينتبه إلى أنه وعد الحر دين، وأنه الأيام بتقطع بلمح البصر. فها نحن اليوم بالعام 2015 وخطة جبران باسيل للكهرباء عم بتصير بالمقلوب، 24 على 24 مقطوعة. الله يساعد الله يعين الشرائي عندي يا عين، ما العالم كله شرائي بس مش كله بي يا عين. الله يساعد الله يساعد الله يعين. 24 على 24 قطعت الكهرباء، ما وقف كهرباء. حبر عورق وكلام بالهواء. وعمل ما في شيء بعد الكهرباء لا ورا. حضلك تشوف بتفطس الله يفرجيه، بتطلع اشتراك مي واشتراك كهرباء واشتراك على حياتك على كل شيء. نسمع انه بكره 24 24 كل سنه 24 24 ما في شيء، وقتها ما راح يكون في شيء بقى. حبسها لك سؤال صغير بدل ما انت تسالني، من 10 سنين كانت الكهرباء احسن ولا هلا احسن؟ من 10 سنين احسن.
من 10 سنين كانت الزبالة أحسن ولا اليوم أحسن؟ من 10 سنين. من 10 سنين كانوا الحكام أحسن ولا اليوم أحسن؟ من 10 سنين. من 20 سنة كان لبنان، كان لبنان من 20 سنة عنده كهرباء 24 على 24. بعدنا على الوعد يا كمون، يعني كله عم ياكلها المواطن. كذب عياش لما توقعنا ونطرين، وكذب عياش وما بيحلف إلا بدينه، تلفن عياش كذب. كلام بسيل بتأمين الكهرباء 24 على 24 انبنى على خطة أقرها مجلس الوزراء بالعام 2011 والرصد لمبلغ مليار و200 مليون دولار، إلا أن التقصير المقصود من قبل الوزير بتطبيق الخطة وتنفيذ شروطها طير حلم اللبنانيين بالكهرباء، كما طير المليار و200 مليون دولار من دون ما يعرف أحد كيف ووين تم صرفهم. والسبب هو عدم احترام القوانين اولا وعدم الشفافية ثانيا، يلي هي تعيين مجلس ادارة كهرباء ما تم، تعيين هيئة ناصبة خلال 3 اشهر ما تم، الاتصال بالصناديق من اجل الحصول على قروض ميسرة لتنفيذ الكهرباء ما تم، ومعروف ليش ما تم، لانه الوزير ما بده حدا يراقبه، بده يتصرف كما يشاء بوزارة وكأنها مزرعته. فلذلك وصلنا اليوم إلى هذا الوضع المزري، ما في بوادر، يعني أنه جابوا البواخر لحتى يحسنوا شوي الأداء مؤقتا، هلأ مضطرين يخلوا البواخر، وأيضا بنفس الوقت الإنتاج اللي عم بيزيد هو نسبته محدودة. الإنتاج الكبير يلي هو معمل دير عمار في مشكلة حاليا عليه على موضوع التفئة، إذا قادر تتخيل أو المواطن قادر يتخيل أنه وزارة فيها 45 مستشار برواتب عالية عملوا دفتر شروط TVA مش واضحة فيه على الدولة ولا على المقاول، يعني الخلاف 50 مليون دولار. هلأ أنا ما بعرف هل هذا منتهى الغباء؟ لا. أم هل هذا منتهى الفساد؟ على المواطن أن يستنتج. يمرق علي يمرق ما بتمرق ما تمرق وش فرق معي. أيام سودة بكل معنى الكلمة عم بيعيشوها اللبنانيين نتيجة التقصير الفاضح وإخلال الوزير باسيل بتنفيذ وعوده. بدنا يضل عنا الأمل والتصميم إنه إيه الكهرباء راجع على لبنان. والله بر عزعت اللي بدني هلا، ما فيش كهرباء. على شو مسنون؟ على شي مش موجود؟ عم تغلط وتزود علي. إحنا برا وجايين و الله يعين على هالعيشة. تعتير وما فيك لا كهرباء لا هيترز لا شيء، يعني ما الوضع تعبان. ما في 24 على 24، في نص ساعة ساعة بلد زبالة وكهرباء ما في ومي ما في شيء، ما بينطق. قطعة كهرباء وتكلفة الكهرباء كمان اللي مفروض تكون على الدولة يعني وتكون بسعر كتير منيح. في أكل بنكب، في أطفال ما يعني متحمل الشوب، في كتير إشي يعني عم تصير خسائر بلبنان. يعني اللي بيقعد بهيك دولة بده يستنظر كتير من هيك نواب وهيك وزراء. التيار العوني اللي عم بيحمل لواء محاربة الفساد عم بتفوح من خطط وزرائه أسوأ روائح الفساد اللي ممكن تمرق على بلد من البلدان. وعلى قولة الوزير باسيل، ومنقول مبروك للبنانية وإن شاء الله أيامهم من هلأ ورايح بيطلعوا من العتمة وبيطلعوا على الضوء. وبعيدا عن السياسة رح ننتقل هلأ إلى سوق العتق بمنطقة البسطة الحامل بكل زاوية تراث وذكريات. هالسوق العتيق أصبح من سنوات مقصد لكل محبي التحف والأنتيكة. جولة بسوق البسطة مع الزميلة بشرى عبيد. هذا صالون عمره بال 120 سنة، حقه بيحدود العاش 3000 دولار أو 11000. وفي ناس اللي عنده صالون اللي عنده قصورة مقصورة بنحطه شيء مميز.
انه هذا يدوي وشغل ايد، كله حفر ايد وشغل مكانات. المكتبه هون عمرها شي 50 سنه، وانا عمري 86 سنه، وصار لي 72 سنه ببيع كتب. كتب من امهات الكتب، من الاديبه، من التاريخيه، من الدراسيه، كل شيء. اللي بدك اياه اهلا وسهلا. اللي بيعرفوا المنطقه عم يجي، بس واحد جديد يقول له على البصه بيقول لك اه على البصه مش معقوله، بس الغرق اللي بيعرفوا السوق اولادهم وكذا، لانه هودي اولاد الانتيكه، الباقي هذا الموديل الجديد يعطيك العافيه. ما له طعم. في ناس بتحب، لا في ناس بتهوى هاي الاشياء، جيل جديد او جيل قديم، في ناس بتهوى، بس مع الاسف يعني هلا الوضع هو اللي ما عم بيساعدنا. وضع البلد ما عم بيساعد، يعني لا في حتى سياحه، ما في مغتربين لبنانيين، ما في. والاشياء الجديده كمان بتكون احسن، تطور تكنولوجيا، مثلا مثل النحاس بينصلع على الايدين مع الكريستال وهالاشياء. عم تهدل اليمامي وغرقني الحنين، حبك وايامي وحكايات سنين. تهدل اليمامي وغرقني الحنين، حبك وايامي وحكايات سنين. يا وردي يا نسري، يا ثلج عصني، يا اول الجني، يا خير السنين. سنه عن سنه، سنه عن سنه. بدعوه دائمه الى الحلم والى ماضي، بيتميل على تحف بتحكي الف حكايه وحكايه، معروضات كتيره من قطع نحاسيه، زجاجيه، زخرفيه وخشبيه مختلفه الاحجام. وللماضي بسوق العتق بمنطقه البسطه رائحه الذكريات والحنين الى العراقه والاصاله. كان يصير في شغل، وكنا اتكلنا اكثر شيء على اللبنانيين، اللبنانيين هن الذوق بالنسبه للانتيكا. هلا بعدين هلا اثر شوي بالنسبه للصيني والصيني والاندونيسي والمصري، انه ارخص لانه الطبقه الوسطى ماتت والفقيره اخر همها. هلا بضاعه في من هون من البيوت ومن اوروبا ومن مصر، من تركيا، من ايران، من كل دول فيها انتيك. يعني قطعة الانتيك يعني عن جد شغلة مزاج، بيطلع الواحد فيها بيشوف حياته، بيشوف تاريخه، بيشوف تاريخه فيها. قطعة فن وذوق، فقطعة الفن والذوق يعني قليل من الناس لحتى يهتموا فيها. بيرجع للتاريخ، لو ما القديم ما في شيء جديد، في حضارة، في شيء مرتب. بقول للناس انه كيف كان الناس عندها ضمير بالشغل القديم، ما مثل اليوم كله شغل مناظر بس، يعني ما في شيء اصلي. لا خف كثير، خف كثير تصفف، ببيعوا موبيليا من مصر. انا بيتي كله فرش وهيك، بحبها كثير الاشياء، البضاعه هذه الها قيمه، الها تاريخ قديم. مع جماعه من الخليج، عرفت كيف؟ اجوا اخذوا اغراض من هون، جايين ياخذوا انتيك، كل شيء، فناجين، تريات، هيك اشياء يعني. اشتريت تري قديمه. كثير حلو، بتشعشع على البيت. كان غير شكل الزيتون، كان غير شكل الصابون، وحتى انت يا حبيبي مش كاين هيك تكون. كان غير شكل الزيتون، كان غير شكل الصابون، وحتى انت يا حبيبي مش كاين هيك تكون. كان غير شكل الليمون، كان غير شكل اليانسون، ما بتهتم التحف المعروضة بسوق الأنتيكا بمرور الزمن وسنين المتراكمة بعمرها، بتزيدها جمال وقيمة، لكنها بانتظار مين يشتريها لتنتقل إلى منزله وتكون شاهدة على حقبة من حياة أيام ونس. أيام زمان نتذكر جدي وستي وبي كانوا يحبوا هيك شغلات، لحتى هلا عنا بالبيت في هيك أشياء. إيه والله. فمصلحة ما بتسوق أبدا، وعم نفكر نحن هلا نغيرها، بس ما بنعرف نشتغل شيء غيرها. يعني خلقنا بالمصلحة وعم نربي اولادنا بقلب المصلحه، ما بنعرف نشتغل شيء غيرها، ومصلحه ميته على الاخر. كان بالاول هي الفرنسيه، الانجليز، الامريكان، الولاد العرب كانوا يمشوا بالشارع، هم ما توقف الشارع مليان. يعني تعرف مثلا حرب واحداث اللي صارت مثلا بلبنان وغيره من الدول العربيه، يعني اثرت كثير علينا، مش نسيت غير يعني. طلعوا على القطعه اللي تركوها اهلنا واجدادنا، هذه القطعه اللي بتعطي الجمال وبتعبر. يا ضيعان راحوا، شو ما صار لكن راحوا، يا ضيعان راحوا، شو ما صار لكن راحوا، مش سامع غنية راحوا. كان اوسع هالصالون،
الكون وطبعا انت يا حبيبي حبك كان هد الكون كان اوسع يا الصالون كان اشرح هد الكون وطبعا انت يا حبيبي حبك تابع حلقتنا الى السؤال اليومي. واحد من الاسئله اللي طرحناه على الناس خلال هالاسبوع رح نرجع نعيد اجوبته هلا. والسؤال بيقول هل تزوجت من حبك الاول؟ خلونا نشوف الناس شو قالوا. مش اول حب بس تزوجت. اكيد بحبه لو ما حبيت ما تزوجت. اول حب تزوجته بشرفي وحياد نظري عم قال لي سوبر اكسترا. كان في مكاتيب بالمكتوب كنا قبل شو كنت اكتب لها يقبرني الارض بتمشي عليها. ايه جوزته بعد ما زوجته. نعم نعم جوزنا. ايه لا هي خامس وحده. ايه ما حبيت قبله تعبت له قلبه لقبلت فيه. كنتوا تعوا نهار مزبطين حالنا ليك موديلنا. اي ساعه بدكم تحطوني؟ حد هلا مش مجوزه واول حب ما تجوزت. حبيت بس ما تجوزت. ليش عم تسالوا هالسؤال؟ يا قلبي ايام زمان غار عن اليوم، اليوم غير شكل، في اخلاص كان قبل احسن من اليوم وقناعة. ايه نعم نتراسل. لا دغري خطبنا 9 اشهر خطبين وبعدين جوزنا وخلفنا ولدين وكنا كتير متحبين مع بعض بس الله يرحمه توفى له 5 سنين. على زماننا من اول قبل 50 سنة ما كان في يعني هيك مثل هلا، يعني هيك خطبة وجاهزة ونصيب واذا بعجبك بتكملي ما بعجبك لا هذا هو. لا خطيبتي مقدورة. ثانكس جايز. يا هلا. هاي بحكي مع المدام رقم 2 وعن حب. لحسن الحظ. تنتين الاولى وهي الثانيه. ايه صح عن جد والله الزواج احيانا بيكون منيح واحيانا مش منيح. ايه صح مزبوط. ماشي الحال. لا ما اتجوز اول انسان حبيته. لا مش اول واحد طبعا. اول واحده حبيتها اخذتها على طول بنت خالتي. اخذتها عمر 18. ايوه انا حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها حبيتها. لا ما سابت الظروف هاي كسرت مع الظروف ما جوز بعد. لا مش ناطره اكيد. لا تجوزت هي لانه بيكون اصعب حب وبينتهي كل واحد بمال بس ما بينتسى ابدا بعده لهلا محفور. لا والله لا كنت صغير. وصار عمري 50 وبعدني. 17 سنة حبيته وهو كان استاذي وانا كنت تلميذته. وهيك وصرت تيتا انا. ما تزوج بعد. حب الطفولة بيعذب؟ منفكر هيدا هو بيطلع مش هو. انا ما عذب انا ما حدا بيعذبني. انا اذا طلعت على التلفزيون وشوفوني انا قاهر النساء. اقول لك في شاب مثلي بعد ملك الوفا ملك الصدق بيشتغل 4 شغلات وخامسة كمان زلمة شخصية كاريزما خلصت بوان.